الآن الأوضاع استغرت، فتحنا الطريق بالاتفاق مع بين الطرفين. الحياة في سوق الجنينة إن شاء الله انسابت اليوم، وتأمن السوق، الناس ترجع تشوف معايشة، تشوف رزق أولادها، والدولة عندها مهمتها بتقوم بها. الإدارات الأهلية نحن بنظل في لقاءات مستمرة معاهم لوضع النقاط على الحروف في القضايا اللي نحن اتفقنا عليها. الطرفين قدموا لنا مذكرات، جزء لبيناه فورا، جزء نحن هسه في خلال اليومين ديل بنناقشه، في جزء في خطه طويله الامد. لما نرجع للخرطوم بنضعه في جدوله وبنصدر قراراتنا فورا، لانه الوفد ده مفوض تفويض كامل من مجلس الامن والدفاع، وطوال اي قرار بيصدره بيوجهه للادارات والوزارات على انه يضعه في موضع التنفيذ.